ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات في الداخل السوري رغم انخفاض الدولار الأمريكي مقابل الليرة لليوم الرابع على التوالي، فما الأسباب ولماذا لم تنخفض الأسعار؟ ومن المتحكم في ارتفاعها؟ ومن المستفيد؟ ولماذا المصارعة المستمرة برفع أسعار السلع التي يحتاجها المواطن السوري البسيط وليست السلع الترفيهية؟ كل ده بالتفصيل هنعرفه مع بعض من خلال الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ننساش في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها الخير والبركة. ويلا بينا نبدأ. أهلا بيكم. على مدار الأربع أيام الأخيرة سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاض واضح وملحوظ مقابل الليرة السورية في عموم المدن والمحافظات بأكثر من 2000 ليرة، وهو الأمر الذي نوضحه بشكل يومي في حلقة نشرة الأسعار. كنا قد تساءلنا في الحلقات السابقة من الذي يتلاعب بسعر صرف الليرة والدولار ولصالح من؟ وأجبنا على هذا التساؤل بشيء من التوضيح في حلقة الخميس 3 أغسطس 2023، أي حلقة اليوم. ولكن السؤال المتكرر والذي يصلني من حضراتكم بشكل يومي، وهو سؤال منطقي، لماذا لم تنخفض أسعار السلع رغم انخفاض الدولار وتراجعه بهذا القدر؟ فالإجابة على هذا السؤال تحتاج في البداية إلى معرفة هل ارتفاع أو انخفاض أسعار السلع مرتبط بارتفاع أو انخفاض سعر الدولار أم لا؟ ارتباط أسعار السلع والخدمات بتحركات الدولار يحدث عندما تكون الدول معتمدة بشكل أساسي على الاستيراد من الخارج وليس على إنتاجها الداخلي، ففي هذه الحالة يكون سعر السلعة مرتفع أو منخفض حسب ارتفاع أو انخفاض سعر الدولار. وهذا الأمر يحتاج إلى أمرين لضبطه في الأسواق. الأمر الأول مرتبط بمراقبة قوية من الدولة للأسواق للتأكد من توازن سعر الاستيراد مع سعر البيع الحقيقي، بمعنى أن تقوم أجهزة الدولة الرقابية بمتابعة التجار والمستوردين للتأكد من أن السعر الذي تباع به السلع ليس مبالغ فيه ويكون سعر عادل. الأمر الثاني يحتاج إلى ضمير التاجر أو المستورد وإحساسه بالمسؤولية تجاه وطنه وباقي أفراد شعبه، فمن هنا تأتي المشكلة التي تتمثل فيه تكاسل وتراخي الأجهزة الرقابية في متابعة الأسواق وجشع بعض التجار ومغالتهم في بيع السلع. ولهذه الأسباب تحدث الفجوة الهائلة بين سعر الدولار المعروض في المصارف والبنوك وبين أسعار السلع في الأسواق. وكان الخبير الاقتصادي جورج خزام قد تساءل على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لماذا لا تنخفض الأسعار مع انخفاض سعر صرف الدولار، وأوضح خزام أن كل انخفاض سريع للدولار سوف يلحق به ارتفاع بنفس السرعة خلال فترة قصيرة، وبالتالي فإن الانخفاض ليس حقيقي طالما أنه ليس انخفاض بطيء ناتج عن زيادة الحوالات الخارجية والانفراجات الاقتصادية وزيادة الانتاج القابل للتصدير والبديل عن المستوردات والانتاج الكافي لتلبية الطلب الداخلي. وأشار خزام إلى أن الطريقة التي يمكن بها تخفيض ورفع الأسعار بشكل حقيقي مع كل انخفاض وارتفاع لسعر الدولار تتمثل في التسعير المزدوج بالدولار والليرة السورية معا، موضحا أن كل بضاعة بالسوق يدخل في تكلفتها مستوردات بالدولار ومصاريف وأرباح تجارية بالليرة السورية، وقال إن السعر هيساوي تكاليف بالدولار زائد مصاريف بالليرة زائد أرباح، وأكد إن في حالة طباعة هذا السعر على المنتج تتحقق العدالة بالتسعير للمنتج والمستورد والتاجر والزبون، ويشترط لتحقيق ذلك إلغاء قرار تجريم التعامل بالدولار وإنشاء منصة لبيع وشراء الدولار من قبل المصرف المركزي لمعرفة سعر الدولار وفقا للتوازن الحقيقي. وأكد طيف كبير من المواطنين أن الأسعار منذ عدة سنوات خارج قدرة المواطن السوري الشرائية، لكنها تفاقمت بشكل كبير جدا خلال الفترة الأخيرة وأصبحت مبالغ فيها لحد كبير. وفي النهاية نتمنى تعافي الليرة السورية والاقتصاد السوري، ونتمنى تعافي جميع اقتصاداتنا في الوطن العربي، فكلنا نسيج واحد. ده كان عرض سريع لأسباب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الداخل السوري رغم انخفاض الدولار بشكل كبير مقابل الليرة السورية خلال الفترة الأخيرة. لو وصلك الفيديو ما توقفوش عندك علشان غيرك يعرف الأسعار ويعرف تحديثاتها أول بأول. تابعني وادعمني، أنا حسين علي هقدم لك كل جديد في عالم الدولار وعالم الذهب. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.